إذن حصرية الصدى مستمرة، وهذه المرة مع نجم المنتخب العراقي مهند علي الذي تحدث للحدث عن وضعه للبرنامج عن وضعه بعد إصابته بالرباط الصليبي، وكيف تمر مرحلة علاجه، وكيف شاهد منتخب بلاده في كأس العرب الأخيرة، وما هي رسالته للجماهير. سلام المناصر مع كل التفاصيل. عينك على قلبك دوا وانت صريت قلبك خايف عليك من الهوى، بعينك شفيت دربي ليكون بطلت العشيق وانت النفس. مهند علي لاعب المنتخب العراقي، تابعوني في برنامج صدى الملعب. تقول بطلت العشيق وانت النفس بيا، لا تغيب عني يا اختني واشتاق يومي. شلون مراحل علاجك الان؟ وين وصلت بالعلاج؟ يعني وصلت انه تعرف انت بعد العمليه لازم انه التمارين تكون ستيب باي ستيب، فالحمد لله وشكرا انه وصلت الان المرحله، يعني ما بقى شيء ان شاء الله انه حتى ادخل يعني الملعب، انه بدايه ركض يكون وشوي شوي ان شاء الله، يعني اقل يعني من فتره، يعني مش فتره طويله، تكون فتره قصيره ان شاء الله وراجع الملعب. بإحساسي حبيتك صديق، عالفطرة حبيتك وبروحي شايل لك عشق وبقلبي خليتك. كيف قيمت مشاركة المنتخب العراقي في كأس العرب؟ أنت حضرت المباريات الثلاث، كنت موجود في المدرجات كمشجع ومؤازر للاعبين، شوف المنتخب العراقي يعني قدم الصورة اللي المتوقعة منه أم كان لديه الكثير ما قدمه؟ لا بالعكس، أنه أنا حضرت كل المباريات اللي خاضها المنتخب العراقي، كل اللاعبين قدموا كل ما عندهم، وخاصة يعني انه كل لاعبين شباب موجودين يعني اضافة للمنتخب، نتمنى لهم كل التوفيق. اعتبر انه بعض المباريات انه ما حالفهم الحظ، لان قدموا وصلوا للهدف، بس بعض الكرات انه مثلا انه يجي هدف يغير لك مجرى مباراة كاملة، لكن اعتبر انه ما حالفهم الحظ. اتمنى انه يعيدون ان شاء الله بتصفيات كاس العالم، ان شاء الله يقدمون كل ما عندهم في سبيل اسعاد الجماهير العراقيه، لان الجماهير العراقيه تنتظر من عندهم الفرحه، وان شاء الله هم قادرين على هذا الشيء. شنو يحتاج المنتخب العراقي حتى يكون اسم ورقم صعب في قاره اسيا؟ بالعكس، العراق رقم صعب وما زال رقم صعب موجود حتى هذه اللحظة، لكن كرة القدم تصير بها بعض التخبطات، ممكن ما تفوز المباراة، ممكن تتعادل، تصير يعني هاي بكرة القدم، لكن العراق يبقى رقم صعب ونمتلك لاعبين، يعني لاعبين بالدور المحلي أو اللاعبين المحترفين، لاعبين المنتخب كلهم لاعبين علاقتهم جيدة مع بعض، سواء اللاعبين المحليين مع اللاعبين المغتربين، كلهم عائلة واحدة وفريق واحد. وبالعكس انه انا ما جاي يعني انا ما اشوف يعني ما اشوف شيء انه بين اكو شيء بين اللاعبين المغتربين واللاعبين المحليين. ميمي 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 بالنسبه لك يعني ما زال عقدك ساري مع النادي مع النادي اليوناني؟ اي حتى اللحظه انه انا عقدي نهايه الموسم معهم. طيب ما بعد الاصابه ميمي يفكر العوده الى المنطقه العربيه ام ما زال اوروبا؟ اوروبا بس. يعني لم تتخلى عن حلم أوروبا؟ لا، رغم الإصابة. نعم، يعني هذا التحدي ما بينك وبين نفسك؟ أكيد، هو يعني بس أنه أنا راجع أوروبا إن شاء الله بعد الإصابة. كلمة إلى الجمهور العراقي، الجمهور العراقي الآن ربما سوء نتائج المنتخب جعلتهم محبطين نوعا ما، وميمي ماذا يقول لهم، ماذا يعدهم؟ والله إن شاء الله، يعني قلت لك حاليا أنه نتمنى من أخواننا اللاعبين اللي موجودين بالمنتخب يقدمون كل ما عندهم لسعادة هذا الجمهور، لأن تعرف الجمهور العراقي دائما ما يشجع ويآزر ويشاهد المباريات، كل مباريات المنتخب العراقي، فنتمنى من إخواننا اللاعبين إن شاء الله هم على قدر المسؤولية أنه يقدمون كل ما عندهم لسعادة هذا الجمهور، وإن شاء الله هم قادرين على هذا الشيء. عينك على قلبك دوا.